والله هذا السوق تاريخه كلش قديم ومن أقدم الشوارع تقريبا. نطالب العالم أنه ترجع على هذا الشارع، يعني السوق بدأ يتحرك وبدأت حركة قوية هنا بالإمام. كم محل فتحت أنت هنا لحد الآن؟ والله تقريبا نص المحلات رجعت، هي نص، أقل من نص المحلات، بس تكمل عمارة الشوافي إن شاء الله وتصير أحسن، ونتمنى أنه يكملوها بسرعة والعالم ترجع عين على مناطقها وعلى مكاناتها ومحلاتها القديمه. انت بنجي على الاسعار مالتك والمواد المستورده، مين نجيب المواد انت؟ والله ما شرط، اكون من بغداد نجيب بضاعه الخاصه مالتنا، واكون من الصين. من الصين؟ اي. زين، المواد المطلوبه المواطن ايش يطلب؟ الغالي الرخيص؟ والله اسعار مناسبه، يعني يطلبون المناسب. زين، انت ايجاراتكم شلونها؟ عاليه الايجارات لو زينه متوسطه؟ والله على الحركه هسه عاليه. عاليه؟ اي. زين، شو تقول اذا ابو العماره هو نفسه اللي كمل عمارته مثلا ينطي فسنه مجاني حتى يرجعون اصحاب المحلات؟ والله اذا يعملون هيك امور اكيد العالم بدها ترجع. هذا الشارع بيش مختص؟ كهربائيات. كهربائيات من زمان يعني؟ من زمان كهربائيات. قديما؟ بس قبل التسعينات كان خياطين. اكثر ايه، بس هسه من 2004 صار الكهربائيات. زين، هاي الامارات المهدمه ليش ما يرجعون اصحابها؟ والله اصحابها كلها يعني ذولا يعني ورثوا، ما حد يعمر، ما يرجعون، يعني اكثرهم بالخارج ما عمروا. شو ينتظرون تعويضات؟ ايه نعم، تعويضات، بيطلبون تعويضات من الدوله، يعني هم بلغوهم البلديه فما تعويضات ما استلموا. زين، انت ايش تنصح بقيه اصحاب المحلات يرجعون؟ ايه اكيد اتمنى يرجعوا كل اصحاب المحلات، حتى الحركه تصير عندنا احسن من بنفس قبل ترجع الحركه ان شاء الله. فاتمنى يرجعون كلهم. والله من زمان هذا الشارع، يعني تقريبا من السبعين انفتح. وانا بال 73 بال 73 يعني انا فتحته هنا، من طلعت من العسكريه المكلفيه. الشارع بيش مختص هذا؟ هسه مختص بالكهربائيات. ايه. بس هذا، ولا قبل كان موجود يعني اشكال بينه محلات. هسه انت مفتح خياط؟ اكيد بخياط. ايه، اختصاصك شنو؟ اختصاص شاكيت. شاكيت اكيد. والله هاي المهنه شبه مقرضه اكيد، لان ما ظل هذيك الايدي العامله المضبوطه، يعني على عدد الايادي ما ظل شيء يعني. زين، انت المفروض تعلم اولادك لان حتى ما تنقرض المهنه هاي؟ معلمهم هسه كلتهم عندهم محلات، بس شاكيت ما يشتغلون. او انا عد شاكيت اقصد. هو شاكيت ما يشتغلون. ليش؟ متعبه. مو للشغله، لانه ما شغل هالوقت هذا لزق وما لزق والمسائل هاي. فكل التشغل ايد، يتشغل بيها شاكيت يومين ثلاثة على ما تخلص. فجيل هالوقت هذا ما يقدر يقاومون على هالشيء هذا.